الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه، عصاه، فإذا هي ثعبان مبين، يعني تحول العصا إلى ثعبان، شيء فوق طاقة البشر، شيء لا يستطيعه البشر. هذه هي المعجزة، يعني خرق للعادات على يد نبي أو رسول، لأن هناك تحدي، هناك من يكذبه، فلا بد من أن يأتي بشيء لا يستطيعه البشر مجتمعين. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء: إن هذا الإنسان رسولي. والدليل هذه المعجزة، فألقى عصاه، مو فإذا هي كالثعبان، لو كان ساحر، إذا هي كالثعبان، فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. التخيل، السحر شيء والمعجزة شيء آخر. من أتى كاهنا فقد كفر، من أتى ساحرا فقد كفر، من أتى ساحرا فلم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. الإنسان إذا كان في نزهة وحب يتسلى، ودع ما ودع أو نجمة، هذا شيء مخالف للقرآن. إنك إذا صدقت الكاهن كفرت بمحمد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. فالذي يقول لك سوف تفعل كذا وكذا، هذا غيب. والذي يأتي الساحر لا ليصدقه بل ليتسلى، اجعل التسلية في شيء آخر. من أتى ساحرا فلم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. فألقى عصاه، فإذا هي، كلمة فإذا هي إذا الفجائية، يعني لم تكن حية ولكنه قد جمدها أو سكنها ثم حركها، فإذا لا لا لا، كانت عصاة. ألقى عصاه فإذا هي فجأة ثعبان مبين، واضح كالشمس، كبير. ونزع يده من تحت إبطه فإذا هي بيضاء للناظرين، يد تتألق كالمصباح. فرعون قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. طبعا فرعون فوجئ، فرعون دهش، صعق، فعلا شيء فوق طاقة البشر، عصاة بيده إذا هي ثعبان مبين، يده تصبح مصباحا متألقا فإذا هي بيضاء للناظرين. قال لمن حوله: إن هذا لساحر عليم. من كلمة عليم يتضح أن فرعون هالته هذه المعجزة، لكنه يكابر ولا يرضى أن يعترف أنه رسول، يقول: إن هذا لساحر لكنه عليم، من مستوى رفيع. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، شوفوا الانهيار المفاجئ، فماذا تأمرون؟ متى كان فرعون بهذه الأخلاق؟ متى كان فرعون يخاطب قومه الذين قال لهم: أنا ربكم الأعلى؟ متى يقول فماذا تأمرون؟ في انهيار مفاجئ، انهيار، لأنه فقد الحجة. وسيدنا موسى لما جعل عصاه، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وحين نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أعطى معجزتين لا يستطيع بنو البشر مجتمعين أن يفعلوها، أن يفعلون هاتين المعجزتين. عندئذ أسقط في يد فرعون. أما هذا الهبوط المفاجئ في الموقف من قوله: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، إلى قوله:
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ماذا نفعل؟ فقال الملأ من حوله: أرجه، يعني أخره قليلا، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يعني هذا سحر، هم ركبوا رؤوسهم وقالوا هذا سحر، ونحن عندنا سحرة، فنجمع السحرة في أرجاء البلاد ليقفوا في وجهه وليثبتوا أنهم أعلم منه في السحر. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أي سحار، سحار صيغة مبالغة على وزن فعال، هون إن هذا لساحر عليم. ساحر اسم فاعل، لكن سحار صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني يأتوك بكل سحار عليم، يعني أعلم من هذا الذي يدعي أنه رسول. طبعا هنا في قفزة في القصة، أرسل فرعون رجاله وجنوده في أرجاء البلاد وفي مختلف الأقاليم والأصقاع، وجمع كل ساحر عليم، بل كل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، يعني كان في لقاء مع فرعون. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ طبعا المشكلة أنه توقع أن هؤلاء السحرة الذين سيجمعهم سينتصرون على سيدنا موسى، إذن لا بد من أن يكون هذا الانتصار أمام جمع غفير من الناس. وما كان يدري أن هذا الجمع الغفير الغفير الذي سيشهد هزيمة السحرة سيكون ليس إلى جانبه عندما يتأكد أن هذا الإنسان نبي ورسول من رب العالمين. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني غلب على ظن فرعون وملئه أن سحرة فرعون، أن هؤلاء السحرة الذين جمعهم سيحبطون سحر سيدنا موسى على حد زعمهم وينتصر باطلهم على الحق. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يعني هذا ما ثمنه؟ هذول السحرة الآن أجراء منتفعون، هؤلاء السحرة أناس يعملون لا لمبدأ ولا لقضية، إنما يعملون ليقبضوا ثمنا باهظا لسحرهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يعني كم تدفع لنا يا فرعون؟ ما هي الأشياء المغرية التي تغرينا بها حتى نفعل؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. يعني أنتم إذا انتصرتم على موسى سوف أعطيكم عطاء جزيلا، وسوف أقربكم، يعني أجعلكم في قصري مستشارين أحيانا. قال لهم موسى، طبعا القصة فيها قفزات فنية، لأنه السطرين بدون شهرين ثلاثة بين إرسال الجنود والأتباع وجمع السحرة وجمع السحرة مع فرعون ودعوة الناس إلى هذا اللقاء الحافل ومساومة السحرة مع فرعون، هذه كلها في كلمات قليلة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا. واثق من نفسه، واثق أنه نبي، وأن هذا الذي سيفعله ليس سحرا ولا خديعة ولا تخيلا ولا تخييلا، إنما هو حق من الله تعالى. قال: ألقوا ما أنتم ملقون. في بعض التفاسير أن هؤلاء السحرة جعلوا في حبالهم التي طلوها بما يشبه الأفعى أو الثعبان، جعلوا الزئبق، وجعلوا هذه العصي والحبال فوق أرض حارة، فلما تمدد الزئبق حرك الأفعى فبدت كأنها تسعى، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. قال أحدهم: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
سيدنا موسى واثق من نفسه، فألقى موسى عصاه. هم في نقطة مهمة جدا، لو أن هذا النبي الكريم ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، كما تخيلوا أن العصية والحبال تتحرك يدعون أنهم توهموا أن هذه العصا بفعل السحر أيضا تتحرك، ولكن الله شاءت حكمته أن عصا سيدنا موسى التي أصبحت ثعبانا مبينا أكلت كل حبالهم وعصيهم، لأنه لو كان قضية تخيل أو سحر لبقي ثعبان سيدنا موسى الذي كان عصاة قبل قليل، وبقيت الحبال والعصي، هذا يتحرك وهذا يتحرك. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، تلقف بمعنى تبتلع، يعني أسرع طريقة في التهام الطعام تلقف، يعني كل حبل بلقمة واحدة. فإذا هي تلقف ما يأفكون، السحرة يعلمون أنهم سحرة وأنهم ما فعلوا إلا بعض أنواع الخديعة البصرية، أما هذا ثعبان حقيقي، وهذا الثعبان أكل كل حبالهم وعصيهم. فعندئذ فألقي السحرة ساجدين، الصلحة بلمحة، تحولوا في لمح البصر من عملاء إلى فرعون، من أجراء إلى مؤمنين مصدقين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. هذا ليس من فعل البشر، عصاه تصبح ثعبانا وتأكل كل الحبال والعصي، هذا من فعل الله خالق الكون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عندئذ فرعون كاد يتميز غيظا، قال آمنتم له، هي الدقة في اللغة، لم يقل فرعون آمنتم به بل آمنتم له، يعني أنتم آمنتم انحزتم إلى جانبه انحياز هكذا لمصلحة، لاتفاق سري لا أعرفه آمنتم له. لو فرضنا إنسان دجال واحد آمن له حتى يوهم الناس أنه على حق، يعني أيام بعض الذين يلعبون ليبتزوا أموال الناس يكون حولهم أناس من طرفهم يعطونهم المال الوفير على أثر ألعاب، فالمتفرج يصدق ذلك، فهذا يؤمن له ولم يؤمن به. أن تؤمن لإنسان يعني أن تنحاز إليه لمصلحة ما، ففرعون ما صدق أن هؤلاء السحرة آمنوا به بل آمنوا له، بين آمنتم به أي صدقتموه، أما آمنتم له أي جاملتموه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ما استأذنتموني في الإيمان، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني أنتم سحرة وهو ساحر لكنه ساحر كبير. فلسوف تعلمون، بدأ يهدد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين. هذا الموقف المدهش، أن هؤلاء السحرة الذين كانوا قبل قليل أجراء عند فرعون جاءوا ليأخذوا ماله وجاءوا ليأخذوا على عملهم أجرا وفيرا، آمنوا إيمانا عظيما وكان إيمانهم حملهم على خطر كبير. قالوا لا ضير، يعني افعل ما بدا لك، افعل ما تشاء، اقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، صلبنا في جذوع النخل، آمنا برب العالمين. لذلك من عرف الله زهد فيما سواه. لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، نحن آمنا وسننقلب إلى الله، نرجع إليه، نتوجه نحوه، نتوب إليه، نقبل عليه، نسعد بقربه، افعل أنت ما شئت أن تفعل. والحقيقة لا شيء إلا الله، يعني لا إله إلا الله، هي الحقيقة، لا رافعة ولا خافضة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانعة إلا الله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، يعني لنا أخطاء كثيرة، فلعلنا بهذه التوبة نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين،
إن كانوا هم سابقين في إيمانهم بالله عز وجل. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أسر بعبادي، يبدو أن الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل علم أن فرعون يعني بلغ من الغيظ الدرجة القصوى ولا بد من أن يبيدهم عن آخرهم، فأوحى الله إلى سيدنا موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. هون في تناقض في كلام فرعون، أرسل ليحشر كل جنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إذا كانوا شرذمة قليلون هل تحتاج أنت إلى أن تحشر كل الجند؟ يعني في شيء معلن هو يحب أن يقلل من شأنهم لكنه في الحقيقة يخافهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني حشر كل الجند، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم، هنا جاءت اللحظة الحاسمة، يعني 40-50 سنة فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، الآن جاء الحساب. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. طبعا لما سيدنا موسى مع قومه خرجوا من مصر باتجاه الشرق باتجاه البحر الأحمر، فرعون جمع جنده وقواته واتبعهم ليقتلهم، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. على كل، الله عز وجل استدرج فرعون، يعني بهالطريقة لما ربنا أوحى لسيدنا موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون استدرج فرعون وجنوده. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. العلماء قالوا إما أن بني إسرائيل عادوا إلى ما كان فيه فرعون من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أو أنهم عادوا إلى مثل هذه النعم بعد أن نصرهم الله عز وجل، كلا الرأيين صحيح. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فرعون تبع موسى، فالمشكلة الآن أنه سيدنا موسى وقومه متجهون باتجاه الشرق، الشرق في البحر الأحمر، وفرعون وما فرعون وقوته ومن حشره ومن حشرهم ليكونوا معه وراء سيدنا موسى وقومه. قوم سيدنا موسى إيمانهم متفاوت، إنسان يرى أنه في الطريق إلى البحر، ليس معه سفينة ولا قارب ولا عدة ولا عتاد، ووراءه فرعون بكل قوته، فالموت محقق، العدو من ورائكم والبحر من أمامكم. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان، لما رأى فرعون وقومه ومن حشرهم سيدنا موسى وقومه وكانوا على وشك أن يلحقوا بهم والبحر من أمامهم، فلا بد من أن يقبض عليهم ولا بد من أن يبيدهم عن آخرهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، يعني زلزلوا، إنا لمدركون. بالمنطق هي البحر وهي فرعون ونحن ضعاف وهو أقوى منا. سيدنا موسى قال كلا، مستحيل، الله وعدني بالنجاة. فهون الإنسان، أيام الإنسان الله عز وجل يعد المؤمن بشيء، قد تأتي الأحداث على خلاف هذا الوعد فيقع المؤمن بسوء الظن، وهذا ذنب كبير. لما ربنا عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة، لو أنه بدا لك أن هناك حياة غير طيبة هذا امتحان لك. سيدنا النبي اللهم صل عليه في معركة الخندق، يعني جاءته قريش
بجيشها وأبطالها ومعظم القبائل العربية، 10,000 مقاتل جاءوا ليبيدوا المسلمين عن آخرهم، واليهود نقضوا عهدهم مع النبي، وبدأ الأمر أن الإسلام كله مع نبيه العظيم ومع أصحابه الكرام، يعني لا يعيشون إلا سويعات، قضية زمن صفيه. حتى قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم؟ ما قال رسول الله، قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ أين الوعد؟ قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا الامتحان لا بد منه لكل مؤمن، يعني يبدو للمؤمن أحيانا الله تخلى عنه ليسمع ماذا يقول، هل هو حسن الظن بالله؟ هل إيمانه بالله أقوى من هذا الحدث؟ أم أن هذا الحدث سحقه؟ فربنا عز وجل لا يصطفي المؤمن قبل أن يمتحنه. الإمام الشافعي سئل: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. لا بد من أن يبتلى المؤمن ليمتحن الله صدق إيمانه، ليمتحن الله عز وجل محبته الحقيقية لربه، ليمتحن صبره، ليمتحن توكله. فالصحابة الكرام امتحنوا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا الامتحان أعيد كذلك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، لم يقل لا، لأن كلا أداة ردع، أي لا تقولوا ذلك، إن معي ربي سيهدين، وإذا كان الله معك فمن عليك. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أصبح البحر الأحمر طرقا عريضة راسخة يابسة، وأزلفنا ثم الآخرين. سيدنا موسى دخل مع قومه، فرعون انتظر دهش، إلى أن خرج سيدنا موسى وقومه من الطرف الآخر، تبعهم فرعون، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. العاقبة لمن؟ للمتقين. إذا كان الله معك فمن عليك. هذه قصة تتكرر، كن مع الله ولا تبالي. إن في ذلك لآية، آية كبيرة جدا، آية دالة على عظمة الله، آية دالة على أن الله هو وحده ولا أحد سواه. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني القرآن في قواعد نظرية وفي تطبيقات عملية، وهذه القصة من التطبيقات العملية التي تؤكد القواعد النظرية، وهي قصة تعني كل مؤمن، لأن المؤمن في الحياة يحتاج إلى ركن ركين يلوذ به ويلجأ إليه وينصره على خصومه. فكن مع الله تلقى كل راحة وكل توفيق وكل نصر وكل تفوق. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه آزر ومع قومه، والحمد لله رب العالمين.